ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في جزء جديد والجزء الرابع لرحلة نيويورك نيوجيرسي. الجزء ده احنا انا وجيسكي كنا وصلنا فيه لمطار كنا وصلنا اوريدي فيه الجزء اللي فات لمطار هيوستن تكساس. والجزء ده احنا ببساطة خدنا الطيارة، بيبدأ مع وجودنا في الطيارة بتاعت الرحلة من هيوستن تكساس لنورك نيوجيرسي. وصلنا كمان في نهاية الفلوج، وصلنا في نيوجيرسي، نورك نيوجيرسي. أتمنى يكون الفلوج يعجبكم، لو عجبكم لايك شير سبسكرايب، إن شاء الله يعجبكم ويلا بينا. Flight attendants, please be seated for departure. أظن إن احنا هيبقى في الكيو، في طيارة قدامنا كمان يونايتد. في طيارة تالتة تانية قدامنا غير يونايتد، في دلتا. طور الطار اللي قدامنا اللي هي دلتا،
عشان كده خلاص المفروض احنا اللي بعديه اكيد مستنيين دلتا تبقى خارج الاتجاه بتاعنا. اوكي بونج 777 ماكس
time wherever your travels take you. If this is home, welcome home. Please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. You may continue to use and charge your phones and other small devices. If you are sitting in an exit row, please don't plug your devices into the outlets. Don't forget to check your seat back pocket to make sure you have all of your belongings. And be careful when opening overhead bins. Once we arrive... Alright, good answer now. What's on? وصلنا مطار هونك. آخر مرة كنت هنا كنت في سنة 2021 لو تفتكروا. أظن أنا نزلت الفيديو ده. شكرا. أنا أظن أنا نزلت، مش متأكد إن أنا نزلت ولا لا، بس دي كانت اخر مره كنت جيت هنا نيوجيرسي. من ساعتها ما جيتش، رجعتش هنا. ف we'll figure out هنروح فين. بنفكر ان احنا، او الخطه يعني، ان احنا نروح نيويورك النهارده ونشوف حاجات كتيره ونصور حاجات كتيره. بس والله figure out the next step here. اوكي يا جدعان، احنا خرجنا بره و اظن هو ده الاوتوبيس. احنا هناخد الاوتوبيس عشان نوصل نيويورك. احنا في نيوجيرسي. اوكي يا جدعان، احنا بس المايك شغال. المهم احنا اشترينا تذكرة الاتوبيس اللي وصلنا من هنا من المطار لغاية محطة بين ستيشن في نيويورك. لو تفتكروا دي نفس المحطة اللي انا كنت لما رحت جي اف كي و مطار نيويورك جون كينيدي، ورحت المحطة ديت اللي خدت منها القطر بقى الفترة الطويلة اللي راح هاتسبرج. لو كنت حضرت قبل كده الفيديوهات القديمة. ف احنا المفروض رايحين للمحطة ديت، ومنها بقى تقدر تتمشي عادي تروح اي حتة في نيويورك بشكل سهل جدا. فاشترينا تذكرة وربنا يسهل يكون الاتوبيس بيجي في المكان اللي احنا واقفين فيه، عشان احنا هنقف نستنى شكل حبة حلوين يعني. فربنا يسهل ونجيب يو ابديت ان شاء الله. بس كده يا جدعان، ده كان نهاية الفلوج بتاع النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، أو عجبكم لايك شير سبسكرايب. لو عايزين تشوفوا حاجات كتيرة، في كونتنت كتير في القناة، سكان ستريمات لجيم بلاي، سكان فلوجات، سكان فيديوهات عن أمريكا. إن شاء الله يعجبكم حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها هنا ولا بعملها هنا. لو في حاجة معينة عايزينها اعملوا كومنت وقولوا لي بالظبط انتوا نفسكم تشوفوا ايه، نفسكم تعرفوا ايه، وانا هعمل I'll do my best يعني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني او فلوج تاني. سلام.